بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلتكم فيض الوطن. عند كل ربوة ومنحنى عشق جميل لوطن النبيل. التحية لك وطني وتحية لكم مشاهدين أينما كنتم، ونلتقيكم اليوم في عدد خاص عن حصاد المياه في ولايات دارفور. ذاكرة المكان في ولايات دارفور تحتفظ بالمفارقة. مصادر للمياه متعددة وأمنية للناس واحدة هي الحصول على مياه كافية ونقية. مشروعات حصاد المياه كانت الحل الأمثل في توفير مياه الشرب وتحقيق التنمية المستدامة. تابعوا مدارات لرؤية الحقيقة. في ولايات دارفور حيث تعددت مصادر المياه، انتصرت الإرادة السودانية بتنفيذ مشروعات حصاد المياه والتي تعد من أهم مشروعات وحدة تنفيذ السدود. لقد انتهت رحلة المسافات الطويلة والمعاناة، ولم يعد هنالك سبباً للاحتكاك بين المزارعين والرعاة مع توفر المياه واتساع المرعى. السدود الصغيرة والحفائر وآبار مياه الشرب شكلت ملمحاً جديداً لحياة الناس في دارفور، وكانت سر العودة الطوعية ومصدر الطمأنينة للنفس. مشروعات حصاد المياه التي انتظمت كافة المحليات بولايات دارفور أحدثت نقلة نوعية في حياة المواطن، وأسهمت في تحقيق الأمن والاستقرار والتعايش السلمي، كما شكلت أهمية اقتصادية وبيئية واجتماعية. ونحن الآن في محلية في ولاية شرق دارفور، في محلية الفردوس، وفي حفيرتي السعيلو وبراقيت الفرس. والحفيرتين، الحفيرة الأولى حفيرة السعيلو بسعة 150 ألف متر مكعب، براقيط الفرس بسعة 100,000 متر مكعب. وهنا الآن تم استلام الحفيرتين وبصورة جيدة وتصميم ممتاز، وحل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للرحل وبالنسبة للمواطن الموجود بالمحلية. والحفيرتين الآن هنا كما تروا بأن الحفيرتين بصورة جيدة جدا جدا وبتصميم هندسي ممتاز، والآن هنا في أهب الاستعداد بالنسبة للمواطن والبهائم إن شاء الله. خطة زيرو عطش التي تتألف من مشروعات حصاد المياه وتهدف لتوفير مياه الشرب النقية للإنسان والحيوان هي الشاهد على اهتمام وحدة تنفيذ السدود بولاية دارفور
التي شكلت العمود الفقري لاقتصاد السودان. حقيقة نحن اليوم في موقع من مواقع محطات مياه زيرو عطش في ولاية شرق دارفور، مسافة 7 كيلو جنوب غرب مدينة الضعين، في محطة مياه تسمى محطة مياه أبو زينبة. ونحن حقيقة يمكن بالنسبة لنا برنامج زيرو عطش يعني من البرامج اللي بتصب في اتجاه يعني تحقيق مياه الشرب وتوفير مياه الشرب بالنسبة للمواطن في كل القرى وفي الأرياف، ويمكن هي من البرامج يعني مهمة بالنسبة للمواطن في ولايات دارفور وعلى الأخص ولاية شرق دارفور. العمل تم في الفترات الفاتت بواسطة المشروع بتاع زيرو عطش، يمكن عمل كبير وعمل جيد، ونحن من هنا بنشيد بالمجهودات الجبارة تمت في الفترة الفاتت لهذا البرنامج الضخم. ما تم إنجازه من تخزين للمياه حقيقة ترى بالعين المجردة، وذلك لأننا ندرك أن سقي الماء من أعظم الصدقات، وتلك قيمة ورؤية تدرك مقاصدها كلما حل الجفاف. حصاد المياه بولاية دارفور هو مشروع للناس والحياة. المياه حال لسان الأرض، وفي ولايات دارفور أنبتت الأرض خيرات تحكي عن إنسان منتج ومستقبل واعد. إحساس الكاميرا بجمال الوجه الأخضر يعبر عن الواقع، ويعكس قيمة مشروعات حصاد المياه في الارتقاء بالحياة. تأملوا نبض الكاميرا بالصورة فهي لا تكذب. سنوات خلت والطبيعة تخبئ بقسوتها خيرات الأرض، ولكن إلى حين، فالإنسان في ولاية دارفور على امتدادها الشاسع يدرك قيمة الأرض والحياة، ويعمل لأجل البقاء والعيش الكريم. وقد ظل دوماً تشده الإرادة الواعية إلى التراب ألفه ويألفه. الزراعة والرعي هما أساس الحياة هنا، لهذا ظل الترحال قدراً يلازم أهل المكان في حياتهم، وأصبح الماء والمرعى عندهم أمنيات تنتظر أن تتحقق. مشروعات حصاد المياه بولاية دارفور تعبر عن وفاء وحدة تنفيذ السدود بوعودها بجعلها من الأمنيات واقعاً لتحقيق العودة الطوعية والإقبال على العمل في المناطق التي توفر فيها إمداد المياه حتى في فترات الجفاف. وبهذا حققت مشروعات حصاد المياه العديد من الأهداف الاستراتيجية في تحقيق الاستقرار والأمن الغذائي من خلال الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تنمية المراعي الطبيعية. الحمد لله اليوم البلد بقى زول بمشي في أي مكان، يعني بلد مستقرة وآمنة، والناس مواصلين في خدمة الزراعة في البستان وفي الزراعة الصيفية وفي الزراعة الخريفة. الحمد لله بلد مستقرة، ونحمد ربنا على هذا ثورة الإنقاص، هو الذي جاب هذا الخزان الذي نحن نبط عليه. استقرار كامل حدث للرعاة والمزارعين بعد تنفيذ عددا من السدود والحفائر وآبار مياه الشرب، مما ساهم في الارتقاء بالثروة الحيوانية وعمل على زيادة المساحة المزروعة من الخضر والفواكه عالية الجودة، إلى جانب إدخال محاصيل جديدة. الاستقرار ده خلانا نحن كمان ننتج أكثر، ونتشوق في أننا نغزو الأسواق من أبعد مسافة ممكنة، لأن المحاصيل بتاعتنا ممكن تتسوق فيها يعني. فدي نعمة من نعم الاستقرار وساعد فيها، عشان كده حتى المناجم بتاعت الذهب اللي فتحت في المنطقة الجنوبية برضها يعني دي سببها برضو الاستقرار الأمني. لولا الاستقرار الأمني لما كان توافدوا إلينا يعني الشباب من ولايات دارفور، بل وخارج ولايات دارفور جونا من الشمالية وكده، لولا الاستقرار ما كان برضو جو وشهدوا أنه يعملوا في المناجم دي.
فدي ذاتها يعني محمدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. مشروعات حصاد المياه بولايات دارفور: سلام وأمن وطمأنينة، ميثاق للمصالحة مع الطبيعة، لتنبت الأرض كل الخير، فتصبح دارفور الولاية الاقتصادية الأولى لما فيها من ثروات وإنسان قادر على الإنتاج والعطاء. الخريف مرحب حبابه، رحمة صبت للسعية، والمطر فرح المدايم وحل مشاكلنا العصية. السيول اللي فاقدة أكبر وصلوا، ما فرقت خساير، وكم محلات زاهية ترقص، وهسه مليان الحفاير، اللي بيشيل سلوكة بدري، والنفير الهسه ساير، ونحن عزنا نحن نعمل في بلد طيبة وسخية. المطر إسهام حقيقي في تفاصيل الزراعة، والحصاد للموية واجب، وكل نقطة تقوم صناعة، المشاريع باب فاتح، والقبائل راح صراعة، ونحن يا بلد المحنة في القلوب شناك قضية. المطر خير قلنا أصلا، للبلد رحمة وحبابة، في الحدود ماتت قبائل، وفي السقاية تقوم حرابة، بالخريف جملة حفاير، والحروب نسد بابة، ويا بلد نبنيك محنة، وشان ترابك نبقى مية. مشاهدينا، بكم ومعكم تصفحنا هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن. لمزيد من المتابعة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.diu.gov.sd. لكم خالص تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.